فن تشيكي. مرحبا أصدقائي، اليوم سنعلمكم كيفية رسم فستان ملون. سنرسمه على شماعة تماما كما لو كنت رأيته لأول مرة في برنامجك المفضل. ابدأ بالأشرطة وخط العنق، أكمل الشماعة، ثم سنرسم خط الخصر، بعض الكشكشة، سنرسم بعض الطبقات للجزء السفلي من فستاننا. طبقات أكبر للصف التالي وواحدة أخرى. ارسم دائرة إضافية لكل طبقة، حيث نبدأ بأربعة ثم خمسة ثم ستة دائرة. تعتقد أننا سنرسمها في الصف الأخير؟ هذا صحيح، سبعة. نضيف واحدة أخرى في كل مرة. وقت تظليل الحدود. أسود داكن لطيف لتكثيفها. حان وقت التلوين، لنلون هذا بالوردي الرائع. ما هو لونك المفضل؟ أنا أحب الوردي. لون الجزء العلوي فقط بالوردي. وسنلون خط العنق بالأحمر. جميل. والحزام بالأزرق. لطيف جدا مع الوردي. الآن للطبقة الأولى سنستخدم الأخضر المشرق. يشبه النعناع الأخضر. إذا لم يكن لديك اللون المطلوب، يمكنك دائماً مزجه بالأبيض لجعلها أخف قليلاً، أو الأسود إذا أردتها أكثر قتامة. ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ أصفر. هذا صحيح، لنبقى ضمن العائلة. أخضر وأصفر. يمكننا أن نسمي هذا طبقات الأحماض مثل الليمون الأخضر والأصفر. المزيد من الأصفر، أنا أسميهم بتلات لأنهم يبدون مثل البتلات. البرتقالي، رائع، إنه يبدو كقوس قزح جميل. واحد واثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. رائع. لنختر لون الطبقة الأخيرة، أحمر. هذا صحيح. دعونا نستمر في الاتجاه إلى الداكن في كل مرة. أخضر إلى أصفر إلى البرتقالي وإلى الأحمر. خلاب. يمكنك استخدام أي ألوان تريدها. يمكنك حتى استخدام ألوان متعددة، فلماذا نتمسك بلون واحد؟ بمجرد أن تجف الألوان، يمكنك إضافة بعض الأشكال إذا أردت، ربما بعض القلوب أو النجوم أو الزهور. الذي تحبه أكثر؟ أو شكل على الانتهاء؟ وانتهينا. عمل عظيم. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.